السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. ان شاء الله النهاردة هنعمله مع بعض بمناسبة رمضان. طبعا كل يوم يعني يومات الزبادي على السحور. دي كوباية زبادي، ودي معلقة سكر، ونحطهم هنا كده ونضربهم مع بعض كده، وما شاء الله اللبن كده حلو كده ودسم. خلي الزبادي جميلة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واللبن يبقى ايه فاتر، يعني انا غليته وسبته لما يبرد كده، يعني لو اتحطت الايد تتحمل سخونة اللبن يبقى ايه فاتر كده مش سخن. معلقة السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، نضربهم بقى. كده حبايبي شايفين اللبن عامل ازاي؟ عشان ما شاء الله لبن ايه دسم. كده قدامكم ان شاء الله هيطلع زبادي كويس. ان شاء الله كده حبايبي هحط بقى الميه السخنه وانا مولعه الفرن وهطفيها قبل ما احط فيها الزبادي. هسيبه كده 3 ساعات 4 ساعات وبعد كده اطلعه واحطه ايه ان شاء الله في التلاجة. كده تمام التمام. نطفي الفرن بقى. وراح حطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما طلعوا من البوتاجاز هوريهولكم ان شاء الله. وكده حبايبي هو لتر لبن عليه 160 جرام من الزبادي، عشان ايه؟ قبل ما انسى، عشان ايه يبقى كل حاجه واضحه. لتر لبن عليه 160 جرام زبادي. حبايبي لسه ما حطيتهاش في التلاجة، لما تتحط في التلاجة بقى هتبقى احلى واحلى ان شاء الله. بص عامله ازاي، وفي الزبدية دي هتبقى في منتهى الجمال الطعم بتاعها، بيبقى حلو عن اي حاجة تانية. كده هروح اخدهم واحطهم في التلاجة، ولما اطلعهم من التلاجة هوريهولكم ان شاء الله. بصوا حبايبي ودي الزبدية، دي احلى طعم زبادي لما بتتحط دي. دي بحبها جدا جدا جدا، دي احلى حاجة. بص القشطة عاملة ازاي فوق اللبن الزبادي. ما شاء الله كده، جربي الزبادي كده وهتتجوعوا يا حبايبي. اهو كلهم برضو واحد اهو يا حبايبي.
وانا عملتلكوا الزبادي برضو قبل كده يعني، بس قلت في رمضان الزبادي كلكم هتعوزوها كل يوم في السحور. يلا اعملوا الزبادي كده، ولو عجبكم الفيديو يعني بص عشان اقول لكم ده كيلو لبن، يعني كيلو لبن 12 جنيه او 11، يعني كيلو 11 جنيه. اعمل ده، بص دي شايله قد ايه الزبادي، وتاكلوها بنفس وانتوا عاملينها بايديكم. يلا شجعوا كده واعملوا زبادي وادعولي، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.